أتلقى اتصالاتكم ومعايا الصحفية بولا يعقوبيان من لبنان. يا بولا أهلا بيكي. أهلا، شكرا. الحمد لله على السلامة. أهلا، الله يخليك. خليني أوجه تحية للجيش المصري بمناسبة 3/7، جيش العرب جميعا، وهون كمان تحية لجيشنا اللبناني اللي عم بخوض معارك ضد الإرهاب مخيفة جدا. كلامك عن الجيش المصري ذكرني بوضعنا، فالوضع مشابه في الأمة العربية اليوم وين ما كان. طبعا انت طبعا لما شفتي، لما عيشتي حتى احداث 30/6، لان في كمان ربما ياخذ منها البعض موقفا في بعض الدول المحيطه. صحيح. لكن انت يبدو انه العاطفه باتجاه الجيش والعاطفه باتجاه الوطن يعني بتدفعك لتأييد 30/6 لما تابعتيها، لما حسيت بكده وانت بتشوف المشاهد منذ قليل. طبيعي طبيعي، لا خلاص لهذه الأمة العربية إلا بجيش قوي موحد، خاصة في هذه الظروف اللي فيها استغلال كبير واستغلال يعني لا مثيل له سابقا للدين، للغرائز. نهي موضوع المواطنة من العقول، زرعوا فقط الدين والدين وثم الدين بكل شيء. أنا لست ضد الدين، أنا مع الدين ومع التدين ومع الخشوع ومع نحن شعوب الأديان السماوية الثلاثة طلعت من عنا. بس اليوم نحن كمان ناس بدنا نعرف نعيش بعقل وبمنطق. جيوشنا هي اليوم العمود الفقري لهذه الشعوب، واللي عم المنطقة العربية ما في شك أمام مفترق صعب جدا. وإذا مصر اهتزت، اهتز الجميع، اهتز العالم العربي كله. فمصر اليوم أكثر من أي وقت مضى الأعين إليها تتجه، وصمود مصر وبقاء موحدة قوية وبقاء دولة بكل معنى الكلمة بمؤسساتها، بقاء قضاء بشكل اللي عم نشوفه يعني يعمل بهذا الشكل، جيشه الله يحميه ويحمي كل الجيوش كما قلت، هذا الاحتمال الوحيد بأن يبقى هنالك عالم عربي عنده قابلية للحياة وللصعود. اليوم اللي عم بيصير بسوريا عم نشوفه، ما بدي أدخلك بموضوع آخر، بس أكثر شيء اليوم هذا الحلم الإسرائيلي يتحقق اليوم بتفتت الشعوب العربية بيهودية الدولة. يريدون دول حواليهم إسلامية مذهبية صرفة، لا يريدون دول عربية موحدة قوية أو شعوب عربية، يريدون شعوب متناحرة على أساس مذهبي. بيجي تبرير يهودية الدولة بشكل طبيعي قدام العالم كله، جماعة همجية إرهابية طبعا، مذهبية طائفية إرهابيين، فهذا يبرر يهودية الدولة في العالم، وده المخطط اللي احنا شايفينه.